السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ما هي حقيقة حذف تطبيق تيك توك من أبل ستور وأندرويد؟ تعرف على التفاصيل كاملة. قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية بإزالة تطبيق تيك توك الذي تم تنزيله من خلال متاجر أبل والأندرويد، وهو قرار اتخذه أعضاء جمهوريون في الأفاساس وسط مخاوف من إمكانية تطبيق تيك توك في تنزيل البيانات الأمريكيين وطلب إغلاق تيك توك. في هذا المقال سنعرض لكم سبب إغلاق تيك توك وحذفه من متاجر تطبيقات أبل والأندرويد. تطبيق تيك توك هو أحد تطبيقات شهيرة لشركة صينية، ويستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم، وهو أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الذي يتم من خلاله عرض ومشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء، وقد حقق الكثير من النجاح والمكافأة المالية لمالكه. كان هناك الكثير من الأخبار حول حذف تطبيق تيك توك من متجر أبل وأندرويد بسبب مخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية. طلب من متاجر أبل وأندرويد بحذف تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة وسط مخاوف أمريكية بشأن السيطرة على أي معلومات من قبل الشركة الصينية المالكة الرئيسية لتطبيق تيك توك. لكن منصة تيك توك أكدت أنها اتخذت جميع تدابير التأمين لمنع أي موظف الشركة من الوصول إلى أي معلومات أو بيانات خاصة بمستخدمي الولايات المتحدة. تعتبر الحكومة الأمريكية تطبيق تيك توك في الصين أحد مصادر التهديدات، وقد بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة ضده. يشعر السياسيون الأمريكيون بالقلق من أن بايت دانس الشركة الصينية التي تمتلك تطبيق تيك توك قد تعرض بيانات الأمريكيين للصين، لذلك من الضروري طلب إغلاق تيك توك. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طلب إلى الولايات المتحدة لإغلاق تيك توك. كان ترامب في السابق قد طالب الشركة الصينية ببيع التطبيق أو إزالته نهائيا من المتاجر، لذلك يريد بايدن اتخاذ خطوات لإبقاء البيانات الأمريكية خارج الصين. إذا أعجبك الفيديو قم بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيه، ذلك دعم لنا وشكرا.